نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية لإحدى قرى مركز كفر سعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمة الطبية للمواطنين. وقال وكيل وزارة الصحة بدمياط السيد عبد الجواد، قال إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان. كما تلقى أيضا كبار السن لقاح فيروس كورونا وبسهولة ويسر بعد التسجيل على الموقع وتدليل جميع العقبات أمامهم وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. القافلة النهاردة فيها عيادات طبية متخصصة ومتنقلة، معانا النهاردة 12 عربية تخصصية، موجود معانا الدكاترة أخصائيين واستشاريين، معانا صيدلية متكاملة تم إمدادها بكل الأدوية اللي بتغطي التخصصات الطبية الموجودة في القافلة. الإعداد للقافلة بيبدأ من قبلها بحوالي أسبوع، بنراجع قاعدة البيانات اللي عندنا وبنراجع مركز المعلومات. آخر مرة عملنا قافلة في القرية دي كان إيه التخصص اللي فيه شغل جامد، إيه الأدوية اللي إحنا بنحتاجها بكمية أكبر بنزودها. عندنا 12 تخصص موجودين هنا بيقدموا الخدمات الطبية لأهالي القرية، بالإضافة لصيدلية فيها أكتر من 200 صنف من الأدوية. عندنا معمل للتحاليل الطبية في أكتر بيقدم أكتر من 40 تحليل طبي. أيضا في عدد من الاستشاريين والأخصائيين اللي هم بيقدموا الخدمات للتخصصات النادرة الغير موجودة للقرية هنا. جينا النهاردة وكشفنا في القافلة الطبية الموجودة المقامة عندنا في قرية الإبراهيمية الإبلية التابعة لمركز كفر سعد محافظة دمياط. ما شاء الله قافلة فيها عيادات كتير ومتنوعة، فيها جميع التخصصات وجميع الأدوية الموجودة. ما فيش حد جه كشف وما أخدش علاج، ولا الدكتور قال لا العلاج دوت مش موجود أو التشخيص ده مش موجود. القافلة موجودة على مدار اليومين، وبنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه القافلة المجانية وعلى مبادرة حياة كريمة اللي بتخدم قرى الريف في كفر سعد.